قتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام في الريف الغربي من محافظة درعا. وقالت مصادر خاصة لتجمع أحرار حوران إن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص الحي سيارة تابعة لفرع الأمن السياسي قرب قرية الشيخ سعد غربية درعا، الأمر الذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى. هذا وتشهد المحافظة إضافة إلى عمليات الاغتيال هجمات مكررة على قوات النظام وحواجزه ينفذها مسلحون مجهولون. انتشر أو اندلع حريق ضخم مساء أمس الخميس في منطقة خان الزيت في سوق مدحت باشا بالعاصمة السورية دمشق، أسفر عن احتراق 12 محلا تجاريا. وقال قائد فوج إطفاء دمشق داود العميري إن الحريق اندلع في محال لتصنيع الألبسة ومستودعات أقمشة، الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة فقط. هذا ويوجه تجار دمشقيون الاتهام في حوادث كهذه للنظام وحلفائه، ولا سيما الإيرانيين الذين يحاولون السطو على الأماكن التاريخية في دمشق. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين منشورات تسخر من فرض النظام عطلة على جميع الدوائر الرسمية والمدارس في محاولة لتقنين المحروقات بظل أسوأ أزمة وقود تشهدها سوريا. هذا وكان مجلس الوزراء أقر عطلة للجهات العامة يوم الأحد القادم والأحد الذي يليه نتيجة عدم وجود الوقود، ما تسبب بشلل العديد من القطاعات وعلى رأسها المواصلات، حيث تداول السوريون القرار بعبارات ساخرة مثل عيد البنزين أو عيد البنزين الشرقي والغربي كناية عن عيد الفصح الشرقي والغربي. أوضحت شركة بي إس للمشتقات النفطية آلية حصول الزبائن على المحروقات عبر محطاتها التي تتجهز للافتتاح قريبا في مناطق النظام. وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية فإن من المتوقع أن تفتتح شركة محطات الوقود مطلع الأسبوع المقبل، وذلك حتى الانتهاء من تركيب نظام حديث للدفع بحيث لا يدخل العامل البشري في عملية تعبئة البنزين. وستعتمد الشركة آلية جديدة في تعبئة المحروقات عبر الدفع مسبقا وعدم السماح للسيارة نفسها بتعبئة المحروقات إلا مرة واحدة خلال 5 أيام. خفضت محافظة دمشق مخصصات حافلات النقل الداخلي إلى النصف من دون إعلان رسمي في ظل شح المشتقات النفطية وعجز النظام عن تأمينها. من جهته كشف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق موريس حداد عن وجود تخفيض بالمخصصات عن الفترة الماضية من مادة المازوت، ما أدى إلى خفض عدد الرحلات اليومية، الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة في المواصلات العامة في المدينة. حددت وزارة التربية التابعة لحكومة النظام موعد تسجيل الطلاب النظاميين والأحرار للتسجيل لامتحانات الشهادة العامة لدورة 2023 وسط أسوأ أزمة مواصلات تمر بها البلاد. وقالت الوزارة يبدأ التسجيل أو تسجيل الطلاب والتلاميذ الحرة ولجميع الشهادات العامة اعتبارا من 20 كانون الأول الجاري ولغاية 2 من آذار المقبل، في حين يبدأ تسجيل الطلاب النظاميين اعتبارا من 20 كانون الأول الجاري ولغاية 16 من شباط المقبل. طالب الادعاء العام بعقوبة السجن المؤبد ب3 مرات على مواطن تركي أقدم على قتل 3 لاجئين سوريين في ولاية إزمير التركية. وذكرت وسائل أعلام تركية أن الادعاء العام في إزمير طالب بإنزال العقوبة بحق المواطن التركي كمال كوكماز 41 عاما الذي أضرم النار في العام الماضي بمكان إقامة 3 عمال سوريين خلال نومهم،
ما أدى إلى وفاتهم. ووجه الإدعاء العام التركي في مذكرته تهمة القتل العمد بطريقة وحشية بحق كوكمازة. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم. أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها بألواح الطاقة الشمسية وأزمتي أسعارها وتوفر الوقود.